عرضنا في حلقة يوم أمس احتراق سيارة أجرة بسبب خلل بمنظومة الغاز الذي تفرضه مديرية المرور على سيارات الأجرة في العراق. وأوضحت مديرية الدفاع المدني اليوم بأن سبب احتراق السيارة لم يكن بسبب منظومة الغاز. دعونا نتابع بيان مديرية الدفاع المدني في محافظة ميسن. هذا هو البيان المعنون إلى شركة تعبئة الغاز فرع ميسان، والرد على وسائل التواصل الاجتماعي جاء فيه: نود إعلامكم بأن سبب احتراق العجلة نوع طيبة صفراء اللون المرقمة 18178 ميسان، جاء بسبب تماس كهربائي داخلي، علما بأن العجلة تعمل بالبنزين. يعني بعدت الشبهة عن موضوع الغاز. مقطع جديد تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي يثبت بأن الغاز يتسرب من المنظومة، الأمر الذي يمهد لاحتراق السيارة. دعونا نتابع.